فرصة استثمارية قوية في قلب مدينة الشروق. لو عايز تعرف تفصيل أكتر كمل معايا الفيديو. معاكم عبد الرحمن احمد، سيلز مانجر شركه جسور ديفلوبمنت. جاي النهارده اكلمكم عن مشروعنا تريبل هاب مول في اميز لوكيشن بمدينه الشروق على الرابع التالت مدينه الشروق، محور جمال عبد الناصر اللي بيربط بين طريق اسماعيليه وطريق السويس، امام مدخل اليوبلس وحي الجولف، على بعد دقايق من مدينتي، على بعد دقايق من نادي سيتي كلوب. مشروعنا على مساحه 5000 متر، واجع 120 متر على المحور دايركت. مشروعنا بيتكون من دورين بيزمنت، ارضي واول تجاري، ثاني وتالت اداري وطبي. احنا شركه جسور ديفلوبمنت، موجودين في الماركت بقالنا اكتر من 25 سنة بإدارة مهندس محمد الشاعر. طورنا أكتر من 70 قطع سكنية. مشروعنا بيقدم لك أفضل الخدمات، هايبر ماركت، 4 أسانسير، أنطيت بلازا كبيرة على مساحة 3000 متر. مساحات عندنا في الوحدات التجارية تبدأ من 25 متر، في الوحدات الإدارية والطبية تبدأ من 35 متر. أفريج الأسعار في الإداري والطبي بيبدأ من 1,300,000، أفريج الأسعار في التجاري هيبدأ من 2,800,000. احجز وحدتك معانا الآن في تريبل هاب مول ب 20,000 جنيه للوحدات الإدارية والطبية أو ب 50,000 جنيه للوحدات التجارية، واستفيد بخصم من اللونش اقل مقدم اطول فتره سداد. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر كلمنا على الارقام الموجوده على الشاشه او من خلال لينك الواتساب الموجود في الديسكريبشن، وفريق من افضل الاستشاريين العقاريين هيتواصل معاك وهيساعدك في اختيار وحدتك. كنت معاكم عبد الرحمن احمد، سيلز مانجر شركه جسور ديفلوبمنت.